بسم الله الرحمن الرحيم. أكاديمية ناصر للتنس الأرضي تحييكم. النهاردة هنشتغل في فيديوهات صغيرة جميلة كده بحيث يستفيد منها لاعب التنس ويستفيد منها محبين التنس ومشاهدين التنس. هنتكلم عن فوائد ضربة الإرسال. فوائد ضربة الإرسال في التنس الأرضي بتساعد ضربة الإرسال في بداية كل شوط. لو تلاحظ عليها في بداية كل شوط بتقوم على تقوية عضلات أسفل البطن أثناء القفز وتسديد الكرة في ملعب الخصم. إذا ضربة الإرسال لها فايدة جامدة جدا لجسم الإنسان، حيث إنها بتساعد على فرد عضلات اللي هي أسفل البطن أثناء القفز والتسديد. شكرا.